السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منى أحمد من قناة كورش جواري متنوعة. أهلا وسهلا بكم حبايب قلبي. النهاردة معانا دعامة للكمامة أو وصلة للكمامة، ده شكلها وده فكرتها الجديدة اللي معانا، وطبعا طرستها بخرز علشان تدي شكل جميل لللبس ومتضايقش اللي لابسها، وعملتها طبعا فيها مطة علشان خاطر لما الواحد يلبسها ما يكونش ايه زنقة على الوش. فكانت دي دعامتنا ودي وصلتنا للكمامة بشكل جديد ومنظر جديد، وركبت لها حتى زرارين. الزرارين دولت عشان خاطر نربط الخيط بتاع الكمامة فيها علشان ما تضايقش اللي لابسها. اتمنى لكم كل خير يا حبايب قلبي، واتمنى الفكرة بتاعتنا تعجبكم، واترككم في رعاية الله وامن حفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.